عباس الحاج وأول هجمة للوداد، خروج شوشي يبعد الخطر في أول لقطة. ربما أنا شفت أهلي برج بوعريج ربما عندهم خلل في وسط والمحور الدفاعي. أي تسديد، القائم يرد، القائم يرد على اللاعب زيتي محمد خطير. طبعا يعاني بمنطقة الحارس سوفي كمال. بداية قوية من الفريقين، هجمة بهجمة ادريس. هاي المخالفة لآلي برج بوعريج دائرية والرأسية تعلو العارضة الأفقية إلى عثماني. ترجع الكرة إلى شوطي، التوزيع عرضية مفتاحي، يتحكم في الكرة، يرجع الكرة إلى زيرارة، توزيع من هنا وجه لوجه اللاعب درواش أمام الحارس الذي ينقذ مرمى سوفي كمال. شوف يفكر مليح جمهور أهلي برج بوعريج من أجل كرة خطيرة وعالية. سعدي بتسديدة بيسره لكن علت العارضة الأفقية للحارس الشوشي. شوف مرة أخرى حاول المخادعة. الكلمات التي المناسبة هاي الكرة والدفاع، لكن ربما الهدف هذه المرة زياد ضيع الكرة. طريقة كانت سهلة، كان بإمكانه التسديد ببساطة. ثم الانطلاق، المراوغة، التمرير ناحية من ربما الهدف. خطيرة 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 خطيرة. صحيح هذه الأخطاء طبعا التمركز. شوف درواش مراوغة جميلة داخل 18 متر لكن الحكم ما يقول ولا شيء. اللاعبين في هذه، شوف هنا اللقطة مرت. طويلة. سعدي هذه المرة، سعدي يدخل، سعدي سعدي، ولكن كانت خارج الإطار بالنسبة. زيرارة ركنية الحارس، كانت مخادعة من زيرارة. نعم من بعيد تكون الكرة يمررها أم إلى الشباك. التسديد بقوة عالية. تألق في اللقاء زياد. تألق كمال. بلحاج يتقدم، بلحاج يسدد، بلحاج يسجل. غربي يسجل، غربي يسجل. نعم ضيع العبيري، ضيع العبيري، وفرحة كبيرة هنا من ملعب 20 اوت برج بوعريج. مسعودي امام شوشي ويتأهل أهلي برج بوعريج. يتأهل أهلي برج بوعريج بعدما ضيع مسعودي الكرة، وشوشي يؤهل أهلي برج بوعريج. أهلي البرج الذي خسر نهائي تاريخي أمام شباب بلوزداد يتأهل في هذه المباراة.